هو اللي بيرعى مهرجان سماع اللي بيتعمل؟ لا، هو الحقيقة ليس يعني هو وزارة الثقافة، لأن وزارة الثقافة تتمثل في عدة مؤسسات، منها صندوق التنمية الثقافية وقطاع العلاقات الثقافية الخارجية، وبالتالي دور الصندوق التنظيم والعلاقات الثقافية الخارجية باستضافة الفرق من مختلف دول العالم. انتوا بتتعاملوا مع الترانيم والمدائح او الانشاد الديني من جانب ثقافي اكتر مش من جانب ديني، لانه في اي مجتمع لو في ناس متعصبه مش هتحضر لكم اصلا، لو في ناس جايه بتتكلم في العقيده هيبقى عندها مشكله. هو فكره الثقافه، ثقافه السلام اللي انت بتقولها، يعني هي الزاويه الفنيه الثقافيه. هو الحقيقه ثقافه السلام المبنيه على فكره جوهر الاديان. انا بس احب اضيف حاجه، ان بجانب وزاره الثقافه هناك جهات داعمه وشركاء اساسيين زي وزاره السياحه، وهي مهمه جدا مع الهيئه العامه للتنشيط السياحي، وهم يعني عاوز اقول لك يعني متحمسين جدا، ولهذا المهرجان ومهرجان الطبول مدرك في الاجنده السياحيه الدوليه. عندنا كان بعض الوزارات الاخرى زي وزاره التعاون الدولي، والحقيقه دول تكاسف كل هذه الوزارات والمؤسسات والجمهور. الحقيقه الجمهور رقم واحد. انا اتصور ان المهرجان ما كانش استمر. اللي يعرف مهرجان سماع عارفين ازاي بيبقى فيه كثافه في الحضور، والناس بتيجي من كل الجنسيات، من بعثات دبلوماسيه او مصريين مقيمين في الداخل او جايين من الخارج.